هذول الدعامات اللي حكينا عليهم بالشكل هذا. فمثلا هذا بيكون للإصبع، والمريض يلبس عادة ويحط عليه لزقة أو شيء باش يثبت في مكانه. طبعا إذا كان المريض عنده صعوبة أنه يلبسه لفترة طويلة، فنقول له على الأقل يلبسه في الليل مثلا، وأقل فترة يلبس المريض تكون على الأقل شهر ونص، 6 أسابيع على الأقل، باش نشوفه أي تحسن. طبعا هذا يجي مقاسات، هذا مقاس رقم 2، للأسف ما عنديش مقاسات تانية بالنسبة للأصابع التانية، بس عندي نوع آخر من الضمادات أو اللي هو مثل هذا مثلا، وهذا نوع، هذا مثلا حطوه للأصابع اللي يكون حجمها كبير مثلا، يكون بالشكل هذا مثلا، فهذا يقعد يد مكانه والمريض يلبسه نفس الشيء لمدة طويلة، عادة في حدود شهر ونص على الأقل، باش يحافظ على شكل الإصبع. في حالة أحيانا نحطه بالشكل هذا، واحد بالشكل هذا just your here مثلا، نوعية هذه، هذا نفس الشيء يحافظ على شكل الإصبع. يعني قلت لك أنا عجبني النوع هذا، فهي عجبها هذا. You like this one؟ too tight. اوكي قلت لك ضيق شوي. اوكي اه والله تشينج ات، هنعدله تو بعد الفيديو، بس هنعدله. فهذا نوعيه وتقدر المريض يقدر يلبسه من جهه ثانيه، يقدر يلبسه من الجهه هذه او يقدر يلبسه من الجهه الثانيه اللي هي في الدعامه، ففينا نلفوه على الجهه الثانيه على حسب ما يحب المريض او ما حسب ما يحب المريض. يا ذاتس جود، قلت لك نحط عجبها النوعيه. اوكي شكرا.